قرأته وهذا قرأته. كريم، ماذا تفعل؟ ما كل هذه الكتب؟ أتأكد من أنني قرأت كل الكتب. أتمنى قراءة كتاب جديد عن الأسود. لدي فكرة، ما رأيك في أن نذهب إلى المكتبة العامة؟ أمي منشغلة اليوم بالتحضير لتجمع الحي. لن يكفي. إذن عليك أن تنتظر حتى تجمع المزيد من النقود. ولكني أحبك يا أسود، أتمنى أن أحصل على كتب كثيرة عنك. مرحبا يا أطفال. بابا، أين ماما وكريم؟ ماما تعمل في الحديقة، وكريم في غرفته يفكر محتارا. محتار؟ لماذا؟ لماذا يفكر؟ يتمنى قراءة كتاب جديد عن الحيوانات، مثله مثل صديقتنا غالية، فهي تحب القراءة كثيرا ولديها الكثير من الكتب. ها؟ لدي فكرة. ما هي الفكرة؟ غالية لديها الكثير من الكتب عن الحيوانات، لماذا لا تتبادلون الكتب؟ وهل ستوافق غالية؟ ولما لا؟ هي أيضا تحب القراءة، وبهذه الطريقة يمكنها الحصول على كتب أخرى لم تقرأها بعد. لدي فكرة، ما رأيكم في أن ننشئ مكتبة صغيرة لنتبادل الكتب خلال تجمع الحي، وندعو جميع أطفال الحي إلى المشاركة؟ نعم، هذه فكرة رائعة، شكرا لك يا أحلى بابا. هيا بنا لنكتب دعوات ونوزعها على أولاد الحي. نعم، هيا. أبي أبي أبي، انظر يا أبي، لقد وجدته. هذا رائع، هيا يا أولاد، حان وقت القصة. نعم. عنوان قصتنا ملك الغابة. كان يا مكان في غابة بعيدة جدا، كان هنالك أسد قوي يحب حيوانات الغابة ويحميها من أي خطر، وكان لديه ابن صغير جدا عمره يوم واحد فقط. هل تعرفون اسم صغير الأسد؟ الشبل، الشبل يا عمي باسم. أحسنت يا غالية. وفي يوم من الأيام بعدما كبر الشبل قليلا، استيقظت اللبؤة فلم تجده، فأخذت تبحث عنه في كل مكان. من اللبؤة؟ هي أنثى الأسد. وفجأة سمعت صوتا من بعيد، فركضت نحوه لتجد صغير الشبل يخيف مجموعة من الغزلان الصغيرة وهي تهرب منه خائفة. اقتربت اللبؤة من الشبل وقالت له: أعتذر منكم عن عدم تمكني من إكمال القصة، فهي ممزقة. لا، من فعل هذا؟ هذا مؤسف حقا، يجب علينا ألا نمزق الكتابة أو نرسم عليه أو نكتب على صفحاته، وينبغي لنا المحافظة عليه نظيفا ومرتبا دائما حتى يستفيد الآخرون منه. لا أمزق، لا أخربش، أقلب الصفحة بعناية لأعرف البداية والنهاية. ما رأيكم في اختيار نهاية مناسبة للقصة؟ أنا أتخيل أن اللبؤة ستحزن وستعلم الشبل كيف يحمي الحيوانات ولا يضايقها أبداً. أنا أتخيل أن اللبؤة ستجعل الشبل يعتذر للغزلان ويدعوهم إلى اللعب معه. أنا أعتقد أن اللبؤة ستطلب إلى الشبل ألا يأكل الكتب أبداً. لا أمزق، لا أخربش، أقلب الصفحة بعناية لأعرف البداية والنهاية. وأنتم يا أصدقائي، كيف ستنتهي القصة باعتقادكم؟